نقترب من تفاصيل هذه الإدانة الأردنية لإسرائيل مع مراسلنا من عمان نايف المشاقبة. لك الكلمة نايف. بالفعل فيصل، الأردن سواء القوات المسلحة الأردنية أو وزارة الخارجية الأردنية أو حتى الآن وزير الخارجية الأردني أيمن الصدفدي يتحدث إلى واحدة من وسائل الإعلام المحلية، قال قبل دقائق أن الأردن لن يقبل أي تبرير في هذا الموضوع، وهو قصف محيط مستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، وقال أننا سنتخذ الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والقانونية بناء على نتائج التحقيق الذي تجريه القوات المسلحة الأردنية. القوات المسلحة الأردنية فيصل فتحت تحقيق للوقوف على ملابسات هذا الحادث. الحادث كما ذكرت أصاب سبعة من الكوادر الطبية في المستشفى الأردني، جروحهم أو إصاباتهم بين خفيفة ومستقرة، وكانوا يقدمون العلاج أو الإسعاف لمواطنين فلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي. الجانب الأردني وفقا لوزارة الخارجية أدان هذه الجريمة بأشد العبارات، وطالب إسرائيل بأن لا تعرض الكوادر والمستشفى للخطر، وأن تعريض الكوادر والمستشفى للخطر أمر مرفوض ومدان، وهو يشكل جريمة وفق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. فيصل، يعني هنا المراقبون يقولون، يتعلق المراقبون على هذا الحدث، يقولون أن ما قامت به إسرائيل هو رسالة إلى الأردن، الرسالة أن إسرائيل منزعجة من الموقف الأردني. الموقف الأردني حاول تعرية وإحراج إسرائيل أمام المجتمع الدولي وكشف الجرائم الإسرائيلية، ووزير الخارجية الأردني قال قبل دقائق أن قصف محيط المستشفى في قطاع غزة هو استمرار للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة. الأردن منذ بداية حرب إسرائيل على غزة نشط في مختلف العواصم الدولية والعالمية يكشف أبعاد هذه الحرب، يكشف كارثيتها على الأشخاص، على المدنيين، على المنشآت المدنية. لذلك يقول المراقبون هنا أن إسرائيل حاولت إرسال هذه الرسالة إلى الجانب الأردني، وهي لا تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك. وفقا للمراقبين أنها لا تستطيع أن تفعل من ذلك، أنها هي هذه الرسالة، وأن عندما كان هنالك ضغوط على الجانب الأردني لسحب المستشفى أمر الملك عبد الله الثاني بإبقاء المستشفى، وعندما كان هنالك نقص حاد في المعدات والأدوية والمستلزمات الطبية قام الجيش الأردني وبعملية لوجستية صعبة ومعقدة وشائكة بتنفيذ عملية إنزال إنسانية للمواد الطبية بواسطة المظلات. وبالتالي أيضا أكد الأردن سواء وزير الخارجية قبل قليل أو وزارة الخارجية أو القوات المسلحة بأن المستشفى سيبقى يقدم المساعدة والعلاج والاستشفاء لأهالي قطاع غزة. سنبقى على اطلاع منك دائما عن هذه المواقف والأخبار من عمان. مراسلنا نايف المشاقبة، شكرا نايف.